جئتك كالسفينة متعباً، فاخفي جراحاتي وراء ثيابي. يحقق العدالة بين المواطنين وتنمية البحث القانوني ورعاية وتوثيق التعاون بين أعضائه. أقف اليوم وأنا أشعر بالفخر أنا وزملائي أعضاء المكتب التنفيذي، كوننا قد حافظنا على هوية اتحادنا الثقافية والعلمية والاجتماعية نتيجة التعاون الملموس في كافة فروع الاتحادات في جميع المحافظات. لقد سعى اتحادكم منذ عام 2017 وبالتحديد في 21/10/2017 الاهتمام والسعي ومتابعة قانون حماية الموظف الحقوقي. ثورة 2019 حصلت الموظف بالتصويت على حسابات 2020 حصلت الموظف. الحقيقة اليوم يوم 20 من هذا الشهر عقدت المؤتمر العام الاعتيادي للاتحاد الحقوقي للعراقيين لغرض المصادقة على التقرير الإداري والمالي. الحقيقة كان التصويت على التقرير الإداري بكل شفافية وكل احترام وحصل على الأغلبية المطلقة. نعم. نعم، التأخير كان بسبب جائحة كورونا وعدم انعقاد هذا المؤتمر طيلة فترة من 2010 ولحد الآن. كان هناك يعني من 2019 عفوا من 2019 لحد الآن، لأنه كان الظروف اللي مربية بها منها المظاهرات وجائحة كورونا اختزلناها بهذا التقرير، وحصلت الموافقة على التقرير الإداري بأغلبية مطلقة. أدعو زملائي الحقوقيين إلى يعني العمل بجدية من أجل أولاً من أجل الدولة، لأنهم ممثلين حقوقيين عن أموال الدولة، وكمحامين العمل من أجل موكليهم والسعي بتطوير ودعم اتحادهم اتحاد الحقوق العراقي. بحضور جمع غفير من السادة الحقوقيين العراقيين على مستوى المحافظات وبغداد، تم التصويت على التقرير الإداري للسنوات 17 و18 و19 و20. وأن سبب عدم انعقاد مؤتمرات المكتب التنفيذي السنوات السابقة كانت بسبب أحداث داعش وكورونا وكثير من الأحداث اللي منعت حدوث الاجتماع، وكان التصويت بالأغلبية على مقررات الاجتماع، والذي بين مقدار الأعمال التي قام بها رئاسة الاتحاد خلال الفترة المنصرمة، وكان الاجتماع جيد والحضور موفق إن شاء الله. نعم، تم فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات. نعم، قرر المكتب التنفيذي بجلسته أنه فتح باب الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي ورئاسة الاتحاد، وراح تبدي من يوم غد 21 ولغاية 15 يوم. وندعو جميع الأخوة اللي يرغب بالترشيح تقديم الأوليات للجنة التحضيرية اللي سوف تتشكل هذا اليوم إن شاء الله. بداية أوجه شكري وتقديري إلى قناة الموصلية وإلى الكادر الإعلامي. حقيقة قناة الموصلية من القنوات اللي تهتم بالشأن العراقي وشأن الموصلية خاصة. نعم، في هذا اليوم يوم 20/10 تم مناقشة الأمور الإدارية والمالية بعد أن دعا الهيئة العامة للاجتماع. حدد يوم 17، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيكون يوم 18 موعد لإجراء انتخابات بشهر 12. نعم. هل تم التصويت على قرارات أو التقرير المالي والإداري لاتحاد الحقوقيين؟ نعم، تم التصويت على التقرير المالي والإداري بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة العامة. سيفتح باب الترشيح؟ وسيفتح باب الترشيح غدا إن شاء الله للزملاء الراغبين بالترشيح إلى منصب رئيس اتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.